عندنا واحد المشكل ديال مع فيفاليز بحكم داك الديون اللي كانت تراكمت عندنا في عهد ظل جائحه كورونا. هاد الناس جينا نخلصوا عليهم ونسددوا دوك الديون اللي حنا تجمعت عندنا في عهد كورونا، حتى كنتفاجئوا بواحد الزيادات اللي هي طائله، يعني الزيادات طائله. القيمه ديال السياره كدير 120000 درهم 130000 درهم، وهو زايد عليك في داك الدوسي في ظل جائحه كورونا 120000 درهم. يعني هذا هو المشكل اللي عندنا معاهم. وجينا حنا كلقاء ثاني لقاء دابا وثاني وقفه هنا قدام فيفاليز في كازا، وكنتفاجئوا كما كتشوفوا انتم كصحافه المسؤولين ديال فيفاليز ما كينزلوش عندك وما كيفتحوش معك باب الحوار، وتبقاو كيبقاو يمارسوا عندنا واحد الضغوطات اللي هي تعسفيه، اللي منها احكام غيابيه عن طريق المحكمه وحجوزات ديال السيارات بلا ما يعلموك بلا تبليغ بلا والو. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء اللي كاين. هاد الوقفه اللي دايرين اليوم على اساس اننا ضد هذاك التعسفات ديال شركه فيفاليز، بما اننا الوقت اللي كانت كورونا حنا كنهضروا من كورونا لهنا، يعني بعد كورونا، بعد ما دار التاجيل ورجعنا باش ناخذوا لي طابلو دامورتيسمون ديالنا، لقينا بان كاين واحد زياده مهوله في هذاك القروض. حنا ما متفقينش على هذيك الزيادات عكس الشركات الاخرى اللي كانوا يعني وطنيين شويه، واخا عطاونا واحد الوقت كان غراتوي يعني بدون هذا بدون زيادات، وفترة أخرى قال لك ما نقدروش أكثر من هكا، ما نقدروش نعطيكم. عكس هذه الشركة قالت لك حنا دايرين لكم التأجيل، اللي داروا لهم 18 شهر، اللي داروا لهم 10 شهور، اللي داروا، ولكن مع زيادات مهولة. دونك هنا كنطالبوهم بأنهم ينقصوا لنا دوك الزيادات، حنا نخلصوا اللي علينا، حنا ما كنتهربوش من الخلاص، نخلصوا اللي علينا، ولكن زيادة تكون يعني معقولة. وبالنسبة للناس اللي دايزين كونتونسيو، يعني وصلوا معاهم للمحاكم وصلوا معاهم هذا، هذه وقت الخدمة، الناس راه باغيين يخدموا باش يخلصوا اللي عليهم. هما دابا كيحجزوا لهم على السيارات، كاينين الناس اللي ما قدروش يخرجوا سياراتهم سادين عليهم حيت خافوهم اللي يهزوهم ليهم ويوليو في هذا، ومن بعد كيوليو حجوزات على الشركات، ومن بعد الافلاس بطبيعه الحال. هذا الشيء كله كيدي الافلاس، وكل شركه تبارك الله راه خدام معاها على الاقل واحد ثلاثه حتى اربعه الناس. دونك هنا راه كيساهموا في البطاله وتيساهموا في المشاكل ديال اصحاب الكراء السيارات والمهنيين بصفه عامه. اسمع يا جمهور، هذا صوت المظلومين، هذا صوت المظلومين. اليوم حنا كنديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه على التعسف اللي كتقوم به فيفاليز في حق شركات تاجير السيارات. اليوم زياده ديال كورونا، وكذلك زياده ديال تاخير على الاداء، وكذلك الحكم الغيابي، كذلك عدم فتح الحوار اللي دائما كاين باب الفشل. اليوم كنعرفوا شكون، بغينا نعرفوا شكون هاد فيفاليز، لانها من غير لي زورغانيزم الاخرين، لانهم بقاو معنا الحلول وحاولنا اننا نوصل لحل، وحاولنا اننا نلقاو حلول اللي كما نقولوا رابح، ولكن فيفاليز اليوم كان كيحكمها قانون ديالها بوحدها في هذا الوطن هذا. حنا كنعرفوا الوطن فوق الجميع، الا ان فيفاليز اليوم كدير واحد الضغوطات خارقه، واحد التعسفات غير مقبوله. اليوم كل شيء صامت، كل شيء كيشوف الناس حجزوا لهم السيارات، كيف يعقل ان انسان كيري السياره وفي الاخير كيلقى يهزوا عليه وما كيعرفش هذاك الكليان الطوموبيل مشات فيه الحوايج ومشات فيه بزاف الحوايج. تصور انك تكون كاري الطوموبيل لواحد في الامن، وانا تمشي الطوموبيل بالوثائق ولا الامور اللي خاص هذاك الشرطي. يعني اليوم كنشكروا خطر علينا هاد فيفاليز. اليوم خصنا انا نعرفوا ان مع من كيتعاملوا، واش اورغانيزم كي عنده قانون كيحميه، او لا حيت اننا كيما كيقولوا ان سالين معاهم كونترا صافي غادي يصيفطوا الناس للحبس. راه عدد من الاخوان في الكراء السيارات اليوم راهم كي داخل السجن. يعني اليوم حنا كنستنكروا بشده هذا الصمت اللي كتمارسوا بعض الجهات المسؤوله حق فيفاليز، اللي كتمارس جميع انواع التعسفات في حق كراء السيارات. صراحه اليوم كنطالبوا الجهات المختصه باش تدخل، باش ان يفتحوا باب الحوار ونلقاو حلول لهذه المشاكل ديال فيفاليز مع ولي الامور ديال المغرب.